اعمل وصفه حلو مختلفه. انا بصراحه اول ما عرفتها او اول ما اخترعتها كانت ببواقي الشوكولاته بتاعت ولادي، كان دايما بيفضل شوكولاته متكسره، فجربت ان انا اعملها طلعت معايا حلوه قوي، فبعد كده اعتمدتها على طول. جلاش بالشوكولاته، لفه جلاش زيت وزبده، صابع شوكولاته او بواقي شوكولاته او شوكولاته مبشوره اللي موجود عندك، سوداني مجروش وسمسم. هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه بخلط الزبده مع الزيت واسيحهم، لازم تبقى سايحه علشان اعرف اشتغل بيها. خلاص، و هاجي لفه الجلاش بتاعتي. بسم الله. طبعا خدي بالك ان الجلاش بينشف بسهوله. هاخد ورقه ورقه بالراحه كده، هو الطبق علشان غويط مضايقني، هحطه في طبق. ممكن تعمليها على فكره، ممكن تعمليها صينيه وتحشيها بالسوداني والشوكولاته المبشوره، هتبقى حلوه، بس هي شكلها كده احلى، خصوصا ان الفكره جات لي اصلا من بواقي صوابع الشوكولاته بتاعه الولاد. بصوا، هاجي اهي المفروض الورقه ورقه، واروح دهناها و تانيها اتنين، ما بعملهاش رفيعه، لازم تبقى تخينه عشان الشوكولاته لما تسيح فيها هي هتبقى كتيره. فايه اهو اهي، ثلاث ورقات اهي، وادي الشوكولاته. ما بقاش عندي اطفال ولا ما عنديش شوكولاته، بجيب قالب شوكولاته رفيع وبقطعه بالطول كده اهي. بصوا اوريها لكم اهي، واجي هاخد، انا هعمل الصباع الواحد او الرول الواحد اكبر من الشوكولاته، لان هي هتسيح وهتكتر فيه، يعني ما اروحش قافلاه على قدها، لا انا هعمله لغايه هنا، هي اوريدي هتسيح، ف اهي كده، واروح لفاها واروح دهناها كويس قوي بقى من بره، وايه احطها على ورقه زبده في صينيه تاني، هيفضل نص، فهعمل برضو واحد ونص علشان اي انا هتنيها زي ما هي وهتنيها. اهي الدهن، الدهان اللي انا بدهنه ده علشان ما تطلعش ناشفه، لازم تبقى ناشفه، لازم تبقى سوري مش ناشفه، يعني تبقى مقرمشه من بره بس جوه ليها طعم حلو كده زي البقلاوه، لكن لو عملتيها ناشفه قوي مش هتبقى حلوه، عشان كده بيدهن خصوصا في الحاجات مش مسقيه، يعني لما بنعمل الجلاج بنسقيه بلبن وكده ما بنحطش سمنه او زبده كتير. اهي بجيبها كده اهي، واروح ابتدي اتنيها واتنيها، ممكن احط فيها سوداني وممكن اعملها من غير سوداني، اهو احط السوداني، ادي السوداني، السمسم هرشه على الوش، وادي بألفها. بسم الله، القرمشة بتاعت السوداني مع الشوكولاتة السايحة بتبقى حلوة قوي. وايه هاجي احطها هنا، نعمل واحدة كمان، خلينا نعمل واحدة كمان، نعمل واحدة كمان، اخر واحدة، ادي النص
بدهنه، وهاخد ورقه اتنيها اتنين عشان تبقى واحده ونص. هي واحده ونص كفايه قوي. ادي ورقه لازم تدين كويس قوي. الزبده يبقى مقدارها تلتين الزيت، يعني ما كترش الزيت عن الزبده، الزبده هي الاكتر تلتين. ادي وادي السوداني، وبعد كده اهو نلفها كويس قوي وندهنها كويس جدا ونحطها. ممكن السمسم ترشيه دلوقتي وممكن نرشه في الاخر كديكوريشن. لو رشيناه دلوقتي هيتحمص معاها، وهوريكم لو رشيناه كديكوريشن. بدخلها الفرن، بتاخد حوالي 25 دقيقة ل 30 دقيقة. اهو شيلها علشان تستوي تتحمر. اول ما تلاقي لونها بقى ذهبي، المهم ما تخليش حراره الفرن اعلى من 180 عشان الشوكولاته تسيح. علشان اهو بصوا، عشان الشوكولاته تسيح، لان هي مش عايزاها تستوي والشوكولاته جوه ناشفه. خلاص بعد كده اهو هاجي هعمل خيوط بين الشوكولاتة عليها. دي حاجة اكسترا يعني مش لازم اهي. ونرش رش السمسم، وممكن رش السوداني زي ما انت عايزة. وبتتقدم طعمها حلو وولادك هيحبوها جدا. وزي ما قلتلك ما لقيتيش اصابع شوكولاتة، اي شوكولاتة مبشورة، لان هي هتسيح كده كده. بس هي اسهل طبعا لو هي صوابع شوكولاته. وبتقدميها لهم.